مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم، قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك في القناه باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله. قرر حارس مرمى نادي تشيلسي الانجليزي لفئه اقل من 18 سنه سامي تلمساني حمل قميص المنتخب المغربي. رافضا جميع محاولات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لضمه حسب ما اوردته مصادر اعلاميه جزائريه ويذكر انه في شهر اكتوبر الماضي انضم تلمساني 16 سنه الى اكاديميه تشيلسي وفريق تحت 18 سنه قادما إليه من نادي إف سي باريس الممارس في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي اللاعب المنحدر من مدينة سانت موريس الفرنسية لأب جزائري وأم مغربية من المنتظر أن يحمل قميص الأسود لأول مرة في كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر انطلاقها في المغرب شهر مارس المقبل